ألغام العديد من أرواح ساكني الشريط الحدودي مع إيران في القرى الواقعة شمال شرق محافظة واسط، والتي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. واليوم اجتمع العديد من عشائر بنيلان في قرية الطعان باعتبارها الأكثر تضررا من المخلفات الحربية التي قدرت أعدادها بحوالي 10 ملايين لغما، مطالبين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية الدولية للبدء بإزالة هذه المخلفات. من خلال قناتكم المحترمة قناة الرشيد أن تنقل رسالة إلى الحكومة العراقية وإلى المنظمات ذات العلاقة أن تجي وتزور المنطقة، ونحن اليوم نحتفل في وسط حقول الألغام اللي راحوا ضيت عشرات من الشهداء والجرحى ولحد اليوم، وهذه الأرض الزراعية انعدمت وانتهت وهي أرض خصبة. فالجانب الإيراني عمره أراضيهم خلال 6 أشهر، وإحنا لحد اليوم لم يصل إلى هذه المنطقة أي مسؤول عراقي باستثناء اليوم وبدعوة مني. هذه الألغام دفعنا دماء غزيرة منها في أموالنا وفي أولادنا وفي حلالنا، ومحرومين كذلك من الزراعة. هذا أنا حد من ضحايا الألغام. شوف لدي يعني أنا دي 2 هنا وعيني راحن من حال. شوف الألغام هي يصير مطار يقش شو اسمه يجيب الماء وكله. أنا أسرح بالحلال، من أسرح بالحلال قدام ما أعرف أنه ماذا أدوس عليه، الأشياء اللي بيده ما أعرف أنه لغم حتى همه، لأنه هواي مو بس أنا تأذيت، عنده خوالتني راحة وعمي أنا أقرباه، هواي مو بس أقرباه ولا ما يعني قضاء بدرة كله مع عشيرة الطعان ومن كل جماعتنا، يعني بال50-60 زلمة اللي ماتوا والمعوقين تقول 100، وحتى نساعدنا وحتى اللي انتلفت، وهسه هذا ابن اخوي حالته زين، واخوي عندي معوق بالبيت، يعني حدث ولا حرج المعوقين اللي عندنا. نعم سوف تكتب بها مفصل عن هالمنطقه من الغام من مخلفات الحرب، وترفع الى مراجعنا عليا، وان شاء الله ستتخذ بها اجراءات بحق هذا ان شاء الله. مساحات زراعيه شاسعه تركت منذ 4 عقود، وبعد عوده اغلب ساكنيها طالبوا بتوفير الخدمات الصحيه والانسانيه والتربويه لهم، اضافه الى فتح منافذ للسيول المائيه القادمه من المرتفعات والجبال المحاذيه، والتي حركت الألغام والمخلفات الحربية من مكان إلى آخر. طبيعة هذه الأرض هي طبيعة جبلية، وإذا ما جاء إذا ما تسببت هذه الأمطار بتغيير حركة الألغام اللي موجودة، مما يتسبب في قتل كثير من الأرواح وكثير من الماشية، نأمل ونناشد الحكومة المركزية في بغداد كذلك المنظمات الدولية الموجودة في العالم على الحضور إلى قرية الطعان وإلى ناحية زرباطة وإلى قضاء بدرة لرفع هذه الألغام لإعادة الحياة إلى هذه المدينة، حيث أن هذه المدينة هي منطقة زراعية بامتياز، وكذلك تصلح أن تكون منطقة سياحية. بوجود 10 ملايين لغم أرضي أزهقت فيه المئات من سكنة القرى الحدودية، واليوم أجمع الحاضرون على إيقاف صناعة الموت والعوق وإعادة الحياة الكريمة لسكان هذه المناطق. أحمد النجار، قناة رشيد الفضائية، واسط.